هذه التجارب الفاشلة كلها لماذا؟ لأن القيادة تتجسد في رجل، ما اسمه؟ ليس المهم اسمه، سواء أكان اسمه السادات أو أكان اسمه زيد أو أكان اسمه عمرو، المهم أن هذا الرجل ليست له حق القيادة وصلاحية القيادة من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا يحكم بلدا وشعب لمجرد أنه صار في يوم من الأيام؟ هذا المنطق المفلوج الفاشل إذا كان قد صار وإذا كانت ثورته بحق فإن له حق مجاهد واحد في الأمة الإسلامية لا أكثر. هل كل مجاهد له حق الحكم والسيادة كيفما يريد؟ كلا. الإنسان الذي ليس مخولا من قبل الله في القيادة إذا تصدى للقيادة فإن مجرد تصديه للقيادة انحراف عن الإسلام، وإقرار قيادته انحراف آخر عن الإسلام. هذه الانحرافات التي بدأت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي التي أدت وتؤدي خلال التاريخ وحتى اليوم وبعد اليوم إلى هذه الهزائم المتلاحقة على الهيكل الإسلامي. لماذا؟ لأن القيادة انحرفت، ومتى انحرفت القيادة لا يبقى أو لا تبقى هنالك ركيزة يمكن الاعتماد عليها. ونحن بدورنا وفي أعمالنا علينا إذا أردنا النجاح في مجالاتنا الفردية أو في مجالاتنا الاجتماعية أو في مجالاتنا الوطنية أن نلتزم بهذه العناصر الثلاث: الهدف المقدس، الطريق التقوى، القيادة المرجعية. قد تقولون كيف يمكن القيادة المرجعية في المكتب؟ كيف يمكن القيادة المرجعية في التجارة؟ كيف يمكن القيادة المرجعية في سائر الأعمال التي يقوم بها الأفراد والجماعات؟ نقول: أولا تتذكرون نظام التقليد؟ إن نظام التقليد يمد جذور القيادة المرجعية إلى المحراب، كما يقود جذور القيادة المرجعية إلى المتجر وإلى المعمل وإلى الحقل وإلى كل مجالات الحياة على حد سواء، كما تكون في المجالات الوطنية والثورية وإلى آخر ما هنالك. إذن علينا أن نلتزم بهذه العناصر الثلاث حتى يكتب الله لنا النجاح في كل مجالاتنا الفردية والاجتماعية والوطنية على حد سواء.